أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدئ المحاضرة الأولى في الريبرودكشن، وهي خاصة بالميل ريبرودكتيف سيستم. هنبتدي على طول بالمحاضرة، لأن ما عندناش طبعا مالتيبل تشويس، لأن هذه أول محاضرة في الميل ريبرودكتيف سيستم، ويعني نتمنى أنها ناخدها over one lecture. وكما قلت وأقول دائما، هذه المحاضرات لصالح الأطفال ولمساندة الأطفال من المصابين بالسرطان. فنتوكل على الله ونبتدئ. طيب، نعدل شوية من وضع طيب I think كده أفضل. نبتدي الأول بنتكلم على الـ anatomy of the male reproductive system. فالـ male reproductive system في عندي الـ primary sex organ وفي الـ secondary sex organs. طبعا الـ primary sex organ هو التستس، ومش عاوز حد يغلط ويقول خطأ ان هو البينس، ده يبقى خطأ جسيم. الـ primary sex organ هو التستس in male والـ ovaries in female. اما فيما عدا التستس فهذا عبارة عن secondary sex organs. فبنقول الآتي يا أولاد، إن الـ primary sex organ ده لو خدنا cross section في التستس أهو، هنلاقي الوضع كالآتي: في seminiferous tubules وحواليها في interstitial cells. التسكلز have got endocrinal and exocrinal function. الاكسوكراينال فانكشن انها بتعمل سبرماتوجينسيس، بتطلع سبيرمز عن طريق دكت، يبقى ده اكسوكراينال فانكشن. اما الاندوكراينال فانكشنز فدي بتقوم بها الانترستيشال سيلز، بتطلع مجموعه من الهرمونات اهمهم على الاطلاق هو التستوستيرون، ده اللي هو الميل سكس هرمون. لا ننسى ان السيمينيفراس تيبيولز اللي هي قلنا بتعمل سبرماتوجينسيس، بتكون سبيرمز، ونسمي عمليه تكوين السبيرم سبرماتوجينسيس. في حاجه تاني جنبها مهمه جدا هنا اسمها سيرتولي سيلز، دي بتبقى سؤال نظري مهم عن وظائف سيرتولي سيلز. يبقى اول حاجه البرايمري سكس اورجان هو التستس، وقلنا التستس هاز جوت تو فانكشنز، اكسوكراينال فانكشن اللي هي سبرماتوجينسيس، واندوكراينال فانكشن بيقوم بها الانترستيشال سيلز انها بتطلع هرمونز اهمهم التستوستيرون. نيجي بقى السكندري سكس اورجانز. سكندري سكس اورجانز دي كالاتي: عباره عن سيستم اوف تيوبز اند داكتس. يعني بعد التست كده اهو بنلاقي هنا الابيديديمس، ودي طولها حوالي 6 سم. يجي بعدها الفاس ديفرانس بالشكل ده. دي أول حاجة سيستم اوف تيوب اند داكتس. بعد كده عندي الاكسسوري جلاندز ثلاثة: سيمينال فيسكل، الحويصلة المنوية، ودي أهم حاجة في الام اس كيو إنها بتطلع 60% من إفراز السيمن، حتى عشان كده اسمها سيمينال فيسكل، الحويصلة المنوية، يعني اسمها بيبدو منه إن دي بتدي المكون الأساسي للسيمن. ولكن أهم حاجة بتطلعها اللي هي الفراكتوز، اللي هو غذاء السبيرمز. نيجي تاني جلاند عندي اللي هي البروستات، غدة البروستاتا، ودي بتفرز 30% من افراز السيمن. واهم حاجه فيها في الام اس كيو ان هي دي اللي بتخلي السيمن الكالاين. ايه اهميه ان السيمن يبقى الكالاين؟ قلنا حاجتين يا اولاد:
تو نيوترلايز، انتوا بتقولوا واحده منهم الاسيديتي اوف فاجينا، وكمان وكمان تو نيوترلايز الاسيديتي اوف ميل يوريثرا. يعني نفس الميل يوريثرا والفيميل فاجينا لان هما كونكتد مع الاتموسفير مع الجو الخارجي، فعرضه ان يدخل فيها بكتيريا. فعشان كده ربنا خلى الوسط في الميل يوريثرا والفيميل فاجينا اسيديك. طب لو حطيت السبيرم في وسط اسيديك زي ما هيموت البكتيريا هيموت السبيرم، يبقى اذا لازم نعادل هذه الاسيدي. ده مسؤوليه البروستات اللي بتطلع 30% من السيمن، وقلنا انها في هذه الحاله بالسكريشن بتاعها بيبقى الكالاين. تمام. نيجي بعد كده تاني حاجه بتطلعها البروستات اللي هي الاكسي او يعني اوكسيتوسين، اسف، is needed for prostatic function. طبعا الاكسيتوسين ده بيطلع بالبيتيوتري، لكن طب واحد يسال ليه في اكسيتوسين في الميل مهم للبروستاتيك فانكشن؟ في حاجه ثالثه مهمه في البروستات اسمها بروستاتيك سبيسيفيك انشن او بي اس اي، كل الناس حافظاها. ده وظيفته الفسيولوجيه ان هو بيهيدرولايز الانهيبيتور للسبير موتيليتي، يعني بيشيل الحاجه اللي بتعوق حركه السبير. لكن له اهميه اكلينيكيه رهيبه ان ده احد دلائل الاورام، تيومر ماركر. من ضمن الاورام او السرطانات المهمه جدا في الميل اللي هي البروستاتيك كانسر. طب نعرف ازاي في بروستاتيك كانسر او لا؟ بنقيس البي اس اي بروستاتيك سبيسيفيك انش، فهو بيزيد في الكانسر. لكن عشان ما حدش يتخض لو حد ليه قريب لقاه زايد، ممكن يزيد في احوال تانيه مش لازم كانسر، بناين تيومر، ورم حميد، او ايفن بروستاتايتس، التهاب البروستاتا. يبقى بيزيد في التضخم الحميد للبروستاتا اللي هو البناين انلارجمنت اوف ذا بروستيت، في الايتس في البروستاتايتس التهاب البروستاتا، ولكنه ليه من دلائل الاورام؟ لانه بيزيد في حالات الكانسر. تالت اكسسوري جلاند اللي هي الكوبر جلاندز، ودي بتطلع 5% من السيمن، وهي دي اللي بتطلع الميوكس. تالت حاجه في السكندري سكس اورجنز هو البينيس، يعني البينيس ده سكندري سكس اورجن. في نقطه مهمه جدا هتهمنا وهنجيلها بعد قليل، ان السبرماتيك ارتري والسبرماتيك فين بيبقوا في البامبيني فورم بلكسس اللي هي الضفيره المحلقيه، سموها البامبيني فورم بلكسس، ضفيره محلقيه، بيبقوا ان كونتاكت ويز ايتش اذر، ودي مهمه جدا هنشوفها في الوظائف. دي كانت يعني صفحه تضيع وقت اقرب منها لاي شيء اخر. يبقى تاني البرايمري سكس اورجان هو التستس في عجاله، وده له التستس has got two functions. اكسوكراينال اللي هو السبرماتوجينسيس بتقوم بها السيمينيفراس تيبيولز اللي بتحتوي بالاضافه للجيرم سيلز اللي بتعمل السبرماتوجونيا السيرتولي سيلز. واندوكراينال فانكشن بيقوم بها الانترستيشال سيلز، ودي بتطلع الهرمونز مينلي تستوستيرون. اي حاجه ما عدا التستس فهي سكند سكس اورجنز، ودول ثلاث حاجات: سيستم اوف تيوبز اند داكتس اللي هم الابيديديمس والفاس ديفرنس، ثلاثه اكسسوري جلاندز، السيمينال فيسكل اللي بتشكل 60% واهم حاجه بتطلعها الفركتوز، البروستيت اللي بيشكل 30% من افراز السيمن واهم حاجه انه الكالاين، ولا ننسى ان البروستاتيك فانكشن بتعتمد على الاكسيتوسين، وان في حاجه مهمه قوي قوي اسمها البي اس اي، مهمه فيسيولوجيا انها بتنهبت او بتهيدرولايز الانهبيتور اللي بيمنع السبيرموتيلتي. اما الاهميه الاكلينيكيه انها من دلائل الاورام، بتزيد في الاورام الحميده، الاورام الخبيثه، وفي الالتهابات. وثالث غده اللي هي الكوبر جلاندز. ثالث حاجه عندنا في السكندري سكس اورجانز اللي هو البينيس. انا عاوز بقى اللي عاوز يبقى يراجع اولاد يعيد الفيديو عشان عاوز عندي اقول كميه كبيره. طيب نيجي اول سؤال نظري عندنا لطيف جدا. ايه الفانكشنز اوف سيرتولي سيلز اللي هي الخلايا المثلثه دي؟ فانكشنز اوف سيرتولي سيلز من اهم الوظائف والاسئله. في اربع وظائف. الوظيفه الاولى
سيرتولي سيلز هي الأم الحانية للسبيرمز، للحيوانات المنوية، من حيث إنها بتعمل لها نارشمنت، يعني نارشينج يعني بتغذيها، وبروتكتيف رول، دي أول حاجة. وطبعا إحنا عرفنا إن النيوترينت في السيرتولي سيلز هو الجلايكوجين. تاني وظيفة فاجوسيتيك رول، إن في أثناء عملية السبرماتوجينيسيس اللي بيتكون فيها ملايين من السبيرمز بيطلع دبرز، يعني حتت صغيرة كده ممكن تيريتيت السبيرمز. فالسيرتولي سيلز تاني وظيفة إنها بتنجلف، بتلتهم الريزيدوز اللي هم البقايا الدبرز دي during spermatogenesis. طيب تالت وظيفة إن البلاد تيستس بارير، ما هو إلا، ما هو إلا، اسمع دي مهمة أوي بقى في الـ MSQ، ما هو إلا tight junction of Sertoli cells. tight junction of Sertoli cells هو اللي بيعمل blood testis barrier. وهذه الوظيفة الثالثة ومصادفة جميلة بتنقسم لثلاثة، يعني ثالث وظيفة فيها ثلاث كلمات. ليه في barrier؟ تبالي أنا أقولها بطريقة طفولية يا أولاد. اعتبر البارير ده زي السور اللي بتحطه حضرتك حوالين الفيلا بتاعتك. ليه؟ لتلات اسباب بنحط السور. عشان نحافظ على قطعة الارض اللي بنمتلكها. يبقى هنا نقولها بطريقة تانية. To keep the composition of seminiferous tubular fluids. يعني يحافظ على تركيب الفلويد اللي جوه seminiferous tubules. هذا الفلويد بيتعمل بالسيرتولي سيلز. طب ويفرق عن البلازما في ايه؟ ده اسئله ام اس كيو. فانه في مور بوتاسيوم واندروجين، وخد بالك بالجهه دي مهمه قوي، وايستروجين الهرمون الانثوي. هنشوف الهرمون الانثوي ده اهميته في السبرماتوجينس، ولكنه يحتوي ليس بروتين اند جلوكوز. يبقى اول وظيفه لل بلاد تيستس بارير هي المحافظه على تركيب السيمينيفراس تيوبولار فلويد اللي عملته السيرتولي سيلز، واللي هو بيتميز بانه اغنى في البوتاسيوم والاندروجين والايستروجين، وافقر في المواد الغذائيه اللي هي البروتينز والجلوكوز. تاني وظيفه، انت ليه حضرتك حاطط سور حوالين الفيلا بتاعتك؟ عشان تمنع خروج الدوميستيك انيمالز، عندك كلاب، عندك قطط، عشان ما تطلعش بره. نفس الكلمه هنا، prevents the antigenic products of spermatogenesis، لألا يتسرب بعض الانتيجينز اللي موجوده في عمليه السبرماتوجينيسيس تروح البلاد. واحد يقول لي ايه الخطوره في دي؟ اسمع المفاجاه هنا بقى. الاميون سيستم، جهاز المناعه، لا يعلم شيئا عن السبيرمز، ما عندوش اي فكره. السبيرمز بالنسبه له دي كائن غريب. فلو تسرب بعض الانتيجينز الخاصه بعمليه السبرماتوجينيسيس وراحت الدم، الاميون سيستم هيكون ضدها انتي بوديز، والانتي بوديز دي بقى هتعمل ايه بقى؟ هتعبر للتيستكلز وتحطم السبيرمز اولا باول. يعني لو طلع الانتيجينيك برودكتس دي بره في البلاد ولو مره واحده، الاميون سيستم هيلقطها ويتعرف عليها على انها حاجه غريبه، ينتج ضدها انتي بوديز تقتل السبيرم اولا باول. وهذا يحدث يا اولاد، اقولها لكم في التطبيق الاكلينيكي، لو حصل انسداد في الداتس اللي بتنقل السبيرم، فهيحصل ارتجاع للسبيرم للدم، كده العمليه باظت. لان السبيرم لما ترتجع الاميون سيستم لا يعرف عنها شيء، هيشوفها يكون ضدها انتي بوديز، الانتي بوديز بقى هتهاجم السبيرمز اللي بتتكون جوه التستكلز اولا باول، ويصبح الشخص ده في معظم الاحوال عقيم، الا اذا تنبهنا للاستراكشن فيري ايرلي وفكناه. يبقى تاني وظيفه للبارير انه بيمنع خروج، قلنا الدوميستيك انيمالز، الحيوانات الاليفه اللي عندنا، اللي هي مين بقى الحيوانات الاليفه؟ اللي هي السبيرز، ما يخرجش نتائج الانشن بتاعتها بره للبلاد، الا الاميون سيستم يعمل ضدها انتي بوديز اللي هو الاميون ريسبونس. طب السؤال الثالث، ليه حاطين سور حوالين الحديقه؟ عشان نمنع اللصوص انهم ينطوا جوه. يبقى نفس المنطق، to prevent the toxins والnutritious agents
from passing to testicular fluid from blood to testicular fluid. يعني نمنع اي حاجه ضاره او سامه انها تنتقل من البلد للتيوبولار فلويد. يبقى ده وظائف البلد تستس بارير. يبقى ثلاث وظائف اوعى تنساهم. يبقى هو مين اساسا هو البلد تستس بارير؟ هو التايت جانكشن ما بين السيرتوري سيلز. تخيل دي سيرتوري سيلز ودي سيرتوري سيلز. البلد تستس بارير هو التايت جانكشن ما بينهم. وده ليه ثلاث وظائف تفتكرهم بطريقه طفوليه زي قلنا الحاجه بتاعه السور الفيلا بتاعتنا، انه هذا السور بيحافظ على الكومبوزيشن بتاع السيمينيفروس فلويد، بيمنع خروج الحاجات بتاعتنا اللي هي فين بقى الانتيجنز بتاعت السبير عشان ما تعرفش عليها الاميون سيستم، بيمنع دخول التوكسينز او المواد المؤذيه النوكليس ايجنتس اللي ممكن تمنع عمليه السبرماتوجينيسيس، لان زي ما هنعرف ان السبرماتوجينيسيس دي عمليه فيري فراجايل لا تتحمل اي اريتيشن. الوظيفة الرابعة والأخيرة في السيرتوري سيلز، وهي مصادفة جميلة برضو، إن السيرتوري سيلز عندها سيكريتوري رول بتطلع أربع حاجات. يبقى التالتة اهي افتكر تلاتة والرابعة أربعة. يبقى التالتة تلاتة والرابعة أربعة. ثانية عشان الليزر بس دوست بالخطأ. تعال نشوف مين الأربع حاجات اللي بيطلعوا. يبقى واحد هرمونز، دي اول واحده في الاربعه، ده دي فيها مجموعه بتطلع السيرتولي سيلز انتيجين بايندينج بروتين، حتى اختصاره ABP زي ارتيريال بلاد بريشر، بس ده انتيجين بايندينج بروتين يمسك الانتيجين. ليه؟ لان احنا عمليه السبرماتوجينيسيس عاوزه تركيز عالي من الاندروجين في التستس، فعشان ما يتسربش يخرج بره البلط السيرتولي سيلز بتطلع بروتين يمسك الانتج. دي واحدة. نمرة اتنين بتطلع مولاريان انهيبيتنج سابستنس، هنفهم ايه قيمتها دي في عملية تميز اعضاء الذكرية الى اعضاء ذكرية، هناخدها المولاريان انهيبيتنج سابستنس. بتطلع نمرة تلاتة اكتيفين بيزود الاف اس اتش، وانهيبين من اسمه يقلل الاف اس اتش، وبتطلع وهذه هي المفاجأة بقى ايستروجين. واحد يقول لي هو الميل الذكر عنده هرمون انثوي اللي هو الايستروجين؟ اقول له اه. مين اللي بيطلعه؟ السيرتولي سيلز. طب بتطلعه ليه؟ تصور ان اكثر العمليات ذكوريه في الذكر وهي تكوين السبير تحتاج الى وجود سمول اماونت اوف ايستروجين للهرمون الانثوي. يعني الهرمون الانثوي مهم، الاهم عمليه ذكوريه في الذكر وهي تكوين السبير. حتى بقولها انتوا ما بتنسوش الحكايات، بتنسوا المعلومات، فبقول كما انه وراء كل رجل عظيم امراه، وراء كل سبير سمول اماونت اوف استروجين. زي ما وراء كل رجل عظيم امراه، في وراء كل سبير سمول اماونت اوف استروجين. طب خد اللي بعدها، السيرتولي سيلز بتطلع اروماتيز انزيم، ده بيعمل ايه بقى؟ هو ده اللي بيكونفيرت بعض الاندروجين هرمون الذكري الى ايستروجين. وبرده قلتها وبقولها تاني، قلتها في الاندوكراين يا اولاد، قلت ان قصه الخلق اللي اتفقت عليها كل الاديان، وهو ان ربنا خلق الاول ادم ثم انتزع منه حواء، اخذ منه حواء. فالناس بيقولوا دي يعني بيتهمونا الناس بيتهموا الناس المؤمنين بان دي اساطير. تصور ربنا سبحان الله لم يترك نفسه بلا شاهد، يعني هو بيدعونا ان احنا ننظر في انفسنا. لا، كل مره الايستروجين اللي هو يمثل انثى، لا يمكن الانسان يكون الهرمون الانثوي على طول، لازم الاول يكون اندروجين اللي هو هنا يعادل ادم، ثم يؤخذ منه الايستروجين بواسطة الاروماتيز انزيم. فالسيرتولي سيلز ازاي بتجيب ايستروجين؟ بتعمل اروماتيز انزيم يحول بعض الاندروجين الى ايستروجين. اليست هذه هي قصة الخلق؟ ان الاول ادم وبعدين بتاخد منه حواء. فربنا بيدعونا ان احنا ننظر في انفسنا. ربنا بيقول لنا انظروا، فنبص
نلاقي جوه جسم الانسان ولا مره الاستروجين يتكون على طول، لازم الاول نكون اندروجين وبالاروماتيز انزيم نحول بعضا منه الى استروجين. المهم مهم عمليه الاسبرماتوجينيسيس، لان قلنا كما انه وراء كل رجل عظيم امراه وراء كل سبيرم سمول اماونت اوف استروجين. تعال نشوف ثاني بيطلع من السيرتوري سيلز. بتطلع السيرتوري سيلز بروتوليتيك انزيمز، ده يعمل ايه بقى؟ يديزولف التايت جانكشن ما بين السيرتوري سيلز عشان يدي فرصه للسبيرم انها تطلع في الداتس. ورابع حاجه انها بتطلع السيمينيفراس فلويد اللي هو قلنا انه ريتش ان بوتاسيوم واندروجين واستروجين وفقير في البروتين والجلوكوز. ده واحد من اهم الاسئله يا اولاد اللي هو فانكشنز اوف سيرتوري سيلز. اول وظيفه واحده وتعين تاني وظيفه، خد بالك بقى الثالثه ثلاثه اهي اهي هوريها لك، الثالثه ثلاثه والرابعه اربعه واقولها في عجاله تاني. يبقى اول وظيفه ان السيرتوري سيلز اللي هي الخلايا المثلثه دي هي الام الحانيه للسبيرم، بتعمل نورشنج اند بروتكتيف رول، بتغذيه بتوكله بروتكت زي الام مع البيبي، بتغذيه بالجلايكوجين. طب تاني حاجه انها بتشيل اي حاجه تضايقه، فاجوسيتي كرول، ان كنتيجه لعمليات الاسبرماتوجينيسيس بيطلع دبر صغيره هي بتلتهمها اولا باول. تالت وظيفه ودي لوحدها مهمه جدا، انها التايت جانكشن ما بين السيرتوري سيلز هي البلاد تيستس بارير. طب ايه اهميه البارير؟ قلناها بطريقه لطيفه قوي يا اولاد، انه انت ليه بتعمل سور حديقه؟ قلنا عشان تحافظ على الكومبوزيشن بتاع قطعه الارض بتاعتك. فالبلاد تيستس بارير ده بيحافظ على الكومبوزيشن بتاع السيمينيفراس تيبيولز اللي هو بيتميز بانه اغنى في البوتاسيوم والاندروجين والايستروجين وافقر في البروتين والجلوكوز. ليه في سور حديقه؟ عشان الدوميستيك انيمالز الحيوانات الاليفه اللي جوه ما تخرجش، عشان نواتج الاسبرماتوجينيسيس اللي هي الانتيجين ما تخرجش لان الاميون سيستم ما يعرفهاش، هيعمل ضدها اميون ريسبونس. طب ليه في سور حديقه؟ عشان الحاجات الوحشه ما تدخلش، اللصوص اللي هم في حالتنا احنا مين بقى؟ التوكسينز والنوشيس ايجنتس اللي هو الحاجات المؤذيه، لان قلنا عمليه الاسبرماتوجينيسيس عمليه دقيقه جدا. يبقى ثالث وظيفه وهي البلاد تيستس بارير فيها ثلاث وظائف. طب رابع وظيفه هي السكريتوري رول، لطيفه فيها اربعه، يبقى الثالثه ثلاثه والرابعه اربعه، انها بتطلع هرمونز اللي هم مين بقى؟ الاندروجين بايندينج بروتين. وقلنا ليه؟ عشان يمسك الاندروجين، عشان عاوزين تركيز عالي الاندروجين جوه في التستس يساعد عمليه الاستروماتوجينس. وبعدين موليريان انهيبيتنج سبستانس هنقولها دلوقتي حالا، تساعد في السكس ديفرنشيشن، في تميز الذكر لذكر. وبعدين اكتيفين يزود الاف اس اتش، وانهيبين ينقص اف اس اتش، وايستروجين. تخيل كل ميل عنده شويه ايستروجين مبعثها اهو في التستس السيرتوري سيلز. طب ازاي بيعمل الايستروجين ده؟ نمره بيه انه بيكونفيرت بعض الاندروجين الايستروجين بمساعده الاروماتيز انزيم. وقلت عشان ما تنساهاش، في الذكر وفي الانثى لا يمكن يتكون ايستروجين على طول، لازم الاول اندروجين ادم ثم يؤخذ منه حواء اللي هو الايستروجين بواسطه الاروماتيز انزيم، ثم بروتوليتيك انزيمز تديزولف التايت جانكشنز، ورابع حاجه بتعمل تيوبولار فلويد ريتش ان بوتاسيوم. ده كان سؤال نظري مهم قوي يا اولاد. طيب نيجي الاسبرماتوجينيسيس، ده المفروض ان هو سؤال هيستولوجي اساسا فهقوله في عجاله. عمليه الاسبرماتوجينيسيس دي فور فيزز، اربع خطوات بتاخدوها في الهيستولوجي. انما اللطيف انك تعرف ان كل فيز كل مرحله بتاخد 16 يوم، وعليه المراحل الاربعه ياخدوا 64 يوم. يعني عشان تعمل نيو سيت اوف سبيرمز عاوز شهرين 64 يوم. في اول ستيج اسمه بروليفراتيف فيز، وان برايمري سبرماتوجونيا بالميتوزيس يدي 16 سكندري سبرماتوجونيا، وعشان كده سموها بروليفراتيف فيز. انت عارف عدد السبيرمز بيبقى بالملايين، ففي اول مرحله الواحد بيدي 16، فعشان كده سموها بروليفيراتيف، مرحله التكاثر. ثم تاني مرحله اللي هي مرحله الجروث،
فيها 1 سكندري سبرماتوجونيا يدي 1 برايمري. هنغير الاسم بقى سبرماتوسايت من جونيا حاجه مخلقه لسايت خليه. ثالث مرحله وهي الاهم بقى اولاد ركزوا فيها اللي هي الماتوريشن، ان 1 برايمري سبرماتوسايت بالميوزيس يعني الانقسام الاختزالي يدي 2 سكندري سبرماتوسايت. ال1 برايمري سبرماتوسايت عنده الديبلويد نمبر اوف كروموزومز، انما السكندري سبرماتوسايت عنده الهابلويد نمبر نصف عدد الكروموزومات. ده اهم سؤال هنا عاوزك تركز فيه. يبقى اما يقول لك الانقسام الاختزالي اللي هو الميوزيس اللي فيها عدد الكروموزومات بتنقسم للنصف عشان هيقابل النص الثاني اللي جاي من الاوفر، بيحدث في انهي مرحله؟ الميوسيس بيحدث في المرحله الثالثه اللي فيها 1 برايمري سبرماتوسايت بيدي 2 سكند سبرماتوسايت. وبقولها بطريقه لا تنسى ولطيفه جدا، اوعى تنساها، البرايمري سبرماتوسايت عنده الديبلويد نمبر اوف كروموزومز، بينما السكند سبرماتوسايت عنده الهابلويد نمبر، يعني الواحد 2 والاثنين 1. البرايمري عنده الديبلويد نمبر اوف كروموزومز، بينما السكندري عنده الهابلويد نمبر. يبقى اذا الانقسام الاختزالي حصل منين بقى؟ اوعى تنساه، في ستيج 3، في ستيج 3 من البرايمري سبرماتوسايت الى السكندري سبرماتوسايت. ال1 برايمري سبرماتوسايت بيحتوي الديبلويد نمبر، انما السكندري سبرماتوسايت بيحتوي الهابلويد نمبر. دي اهم نقطه في الباقي ده معلومات هيستولوجي. طيب نيجي الخطوه الرابعه بقى اللي هي الترانسفورميشن، انه ال1 سبرماتيد هيتحول الى 1 سبرماتوزوا او سبيرم. يبقى اربع مراحل، المرحله الاولى كترناهم بروليفيراتيف، الثانيه نميناهم جروث، اهم مرحله الثالثه الماتوريشن اللي هي الانقسام الاختزالي اللي فيها ال1 برايمري سبرماتوسايت ادى 2 سكند سبرماتوسايتس بيحتوي نصف عدد الكروموزومات، وبعدين اخر مرحله اللي هي الترانسفورميشن السبرماتيد بيتحول الى سبرماتوزوا. تقل الى سؤال نظري بيبقى الحقيقه رخم لو جه، بس احنا زي ما بنقول كورس كامل متكامل. ساعات يجي سؤال يقول لك ايه تعرف ايه عن السبيرميشن والسبيرمي كاباسيتيشن؟ بيجي نادرا بس سؤال صعب. سبيرميشن وسبيرمي كاباسيتيشن. سبيرميشن، تخيل حضرتك احنا قلنا من هي الام الحانيه للسبيرم؟ السيرتولي سيلز. طول ما السبيرم عايش في السيرتولي سيل وهو عايش اهي في السيرتولي سيلز، تخيل ده كفي، هو ده السيرتولي سيلز وده السبيرم جواه، فهو اماتيور غير ناضج ونوت موبايل غير قادر على الحركه. السبيرميشن انك تعمل اكستروجن تطلع هذا السبيرم من السيرتولي سيلز للابيديديمس بره للداكس بقى عشان يمشي، وفي هذه الحاله بيتحول من اماتيور واموبايل الى ماتيور اند موبايل، فهسموا العمليه دي سبيرميشن. يبقى يعني ايه عمليه سبيرميشن؟ يبقى عباره عن الاكستروجن يعني اخراج اند ماتوريشن of immobile يعني كان غير متحرك، كان immature و immobile sperm وهو في السيرتولي سيلز اصبح موبايل وماتيور اول ما دخل في الابيديديمس. طب العمليه دي مين اللي بيساعدها؟ مين اللي بيخرج السبيرم الغير قادر على الحركه والغير ناضج الى الابيديديمس حيث يتم نضجه هناك ويصبح قادر على الحركه؟ اول حاجه المايو ابثيليال سيلز، حتى من اسمها كونتراكتايل سيلز، ما يعني زي المصل، ما يبسيل سيلز تعصر السيرتولي سيلز تطلع منها السبير. تاني حاجة احنا قلنا السيرتولي سيلز ماسكة ببعض بايه؟ بتاي جانكشن، يبقى لازم نفكه عشان نطلع السبير، يبقى محتاجين بروتوليتيك انزيمز جاية من السيرتولي سيلز. تالت حاجة ان البروستيت بتطلع ريلاكسين هرمون يساعد عملية السبيرميشن. يبقى ما هو السبيرميشن يا ولاد؟ حاجتين، الاخراج والانضاج. الاكستروجن يعني اخراج، وماتوريشن يعني انضاج. لمين؟ السبيرم يتميز بشيئين، انه اماتيور واموبايل.
ساعه ما يتنقل الابيديديميس يصبح ماتيور وموبايل. مين يعمل العمليه دي؟ الماي ابيثيليال سيلز، البروتوتيك انزيمز اوف سيرتولي سيلز، وريلاكسين هرمون بتاع البروستيت. تمام. طيب امال ايه عمليه السبيرم كاباسيتيشن؟ بسميها اكل ومرعى وقله صنعه. لازم السبيرم قبل ما يفكر ويجرؤ ويتجاسر انه يقرب من الاوفم عشان يعمل لها فيرتلايزيشن، لازم يقعد 7 ساعات في الفيميل ريبرودكتيف تراك. يبقى السبيرم كاباسيتيشن هو التايم نيدد، الزمن اللي بيحتاجه السبرماتوزوا او السبيرم في الفيميل تراك، وهو يقدر ب7 ساعات. ليه بقى بيقعد 7 ساعات؟ ده يعمل ايه؟ تو اكواير الكاباسيتي، عشان يكتسب المقدره انه يفيرتلايز الاوفم، انه يخصب الاوفم. تو اكواير ايه؟ الكاباسيتي، المقدره. عشان كده سموها ايه؟ سبيرم كاباسيتيشن، يعني اكتساب السبيرم المقدره على اخصاب البويضه يحتاج ان يقعد 7 ساعات في الفيميل ريبرودكتيف سيستم. بيحصل ايه بقى في ال7 ساعات دي؟ 1، بتزيد الموتيليتي اوف ذا سبيرم. 2، بيعمل بريباريشن لاكروزوما رياكشن، وبقولها بطريقه لطيفه يا اولاد عشان ما تنسوهاش، بقول بيعمل دماغ. الاكروزوم في اللغه اكرو، فاكرين لما قلنا اكرو ميجالي اطراف كبيره؟ فاكرو يعني طرف، وزوم يعني جسم. جسم طرفي بيبقى في الكاب، في الهيد اوف ذا سبيرم. بيحصل في الهيد اوف ذا سبيرم حاجتين، بنشيل الجلايكوبروتين لاير عشان يبان الريسبتور اللي هتمسك في الاوفم، دي واحده. والثانيه بيحصل ان البروتوتيك انزيم في اللايسوزوم تتنشط عشان يقدر يعمل بريتريشن لجدار البويضه. هو ده عمليه الاكروزوما رياكشن. يبقى ما هي الاكروزوما رياكشن بقى؟ تعال نشوف. يبقى الاكروزوم الاول قلنا هو الجسم الطرفي اللي هو دماغ، كاب فيها اللايسوزوم اللي فيها الهيدروتيك انزيمز اللي هتمكن السبيرم انه يبنتريت الاوفر، زائد بنشيل الكاب اللي عليها بقى اللي هو الجلايكوبروتين اللي مغطيه الريسبتور اللي هتمسك في البويضه. من الحاجات الطريفه يا اولاد، هل عمليه السبيرم كاباسيتيشن دي، سؤال مهم جدا في الام اس كيو، اوبليجاتوري، لازمه ضروريه لعمليه اخصاب البويضه؟ لا، فاسيليتاتوري بس، مسهله وليست لازمه. والدليل على ذلك ان احنا في عندنا اخصاب بيحصل انفيترو بره الجسم، اللي هم اطفال الانابيب، ثم بعد ما تخصب البويضه خارج جسم الانثى بره، مش في الفيميل تراك، بناخد البويضه المخصبه ونزرعها في الانثى. يبقى ما هو السبيرم كاباسيتيشن؟ هو الزمن اللازم للسبيرم في الفيميل تراكت. خد الكلمه الجايه مهمه، ذا تايم نيدد فور سبيرم ان فيميل تراكت تو اكواير الكاباسيتي، عشان يبقى عنده الكاباسيتي، عشان كده سموها كاباسيتيشن تو فورتلايز الاوفر. بيزيد الموتيليتي. ونمره 2، يعمل دماغ، افتكرها، اكروزوما رياكشن، تغيرات في الكاب، في الجسم الطرفي اللي هو الكاب بتاع السبير، بيشيل الجلايكوبروتين لاير عشان يبين الريسبتور، وبينشط اللايسوزوم لايكو اورجانيل اللي فيها الهيدروليتيك انزيمز اللي هتساعده على البنتريشن اوفر. وهي عمليه مساعده وليست لازمه. طيب نيجي بقى الكلام الطف واسهل واظرف والاهم. طالب يقول لي ان انا عاوز اقرا سؤال واحد في ميري برودكتيف سيستم، اقول له باهم سؤال، فاكتورز افكتنج سبرماتوجينس، العمليات التي تؤثر في تكوين الحيوانات المنويه، فاكتورز افكتنج سبرماتوجينس، وما عشقت مثل عشقي للنظام. فبحب اقسمهم بطريقه لطيفه، في هرمونال فاكتورز ودول عددهم 5، واذر فاكتورز دول عددهم 3. يبقى كده عملنا يعني اورجانيزيشن للموضوع. يبقى في هرمونات وفي اذر فاكتور، هرمونات 5. نفرض ان انا مش مذاكر بس طالب ذاكر. دلوقتي هي التستس اذا جوناد، صح يا ولاد؟ 100% جوناد. يبقى 100% اندر دي كنترول اوف جونادوتروبينز،
بتوع الانتيرو بيتوتري. من غير ما ابقى مذاكر هاخد نمر ان 100% عمليه الاسبرماتوجينسيس بتحدث في التستس اللي هي جناد. يبقى تحت تاثير جناده تروبينز ال اتش واف اس اتش. وهقولها بجمله لا تنسى يا اولاد، انه الاكشن بتاعهم عكس الفيميل. يعني في الفيميل بنبتدي بالفوليكل ستيميليتنج هرمون يستيميليت الفوليكل، ثم الليوتينايزنج هرمون يعمل اوفيليشن يفجرها ويحولها لكوربس لوتيوم. يبقى مين بيشتغل الاول في الفيميل؟ الاف اس اتش ثم ال اتش. الميل، الميل العكس. لو ما خدتش بالك منها هتلخبطها. ال اتش مهم للايرلي ستيجز في سبرماتوجينس، بينما الاف اس اتش مهم فور ليت ستيجز. طيب ده للطالب العادي. طب للاوائل كمل بقى. ال اتش اوعى تنسى هو ده اللي بيستيميليت الانترستيشال سيلز عشان يطلع التستوستيرون، يبقى ده مهم جدا للسكريشن التستوستيرون. بينما الاف اس اتش الشيء لزوم الشيء بيطلع الاندروجين بايندينج بروتين اللي هيمسك الاندروجين اللي هو التستوستيرون ويحتفظ بيه بتركيز عالي في الديسك لانه مهم للسبرماتوجينس، زائد ان هو بيزود عدد ال اتش ريسبتور على الانترستيشال سيلز عشان يجي يشتغل. عشان كده شوف التكامل ما بينهم، يعني ال اتش يطلع التستيرون والاف اس اتش يطلع البروتين اللي هيمسك التستيرون اللي هو الاندروجين عشان يحافظ عليه. الاف اس اتش يزود عدد ال اتش ريسبتور على الانترستيشال سيلز، ويجي ال اتش يشتغل على الانترستيشال سيلز يطلع التستوستيرون. تبقى مصيبه لو نسينا ان التستوستيرون مهم للسبرماتوجينس. هو ليه ربنا خلى التستس اللي بتعمل سبرماتوجينسز في السيمينيفراس تيبيولز في جنبيها انترستيشال سيلز تطلع التستوستيرون؟ بقولها بالبلدي، الشيء لزوم الشيء. يبقى 100% التستوستيرون ده مش بس مهم للسبرماتوجينس وبتركيز عالي، عشان كده الاف اس اتش طلعت اندروجين بايندينج بروتين. فالتستوستيرون مهم للماتوريشن فيز. يعني السؤال في الام اس كيو بطريقه ثانيه، ان الايرلي ستيجز لا تحتاج تستوستيرون، ار ان اندروجين اندبندنت، مش عاوزه تستوستيرون، مش عاوزه اندروجين. ثاني حاجه مهم للكومبليت ميوسيس اللي هو الانقسام. ثالث حاجه مهم للديفلوبمنت والفانكشن اوف جيرمينال ابيثيليوم. يبقى مهم الماتوريشن فيز نوت ذا ايرلي ستيجز، مهم فور ميوسيس، وبعدين مهم فور ديفلوبمنت اند فانكشن اوف جيرمينال ابيثيليوم. دول اهم ثلاث هرمونات يا اولاد. طيب في سؤال بقى يا بيبقى لطيف قوي، ايه الحاجات اللي بتحتفظ بهاي كونسنتريشن اوف تستوستيرون؟ ثلاث حاجات. اولا ان ليه الكونسنتريشن تركيزه عالي في التست؟ لانه بينتج في التست الانترستيشال سيلز في التست، ادي اهم سبب. طب تاني سبب، ان عشان يقعد تركيزه عالي الاف اس اتش طلعت اندروجين بايندينج بروتين يمسكه، بروتين يمسكه عشان يقعد تركيزه عالي. طب تالت حاجه وهي الجميله قوي يا اولاد، اللي هو الكاونتر كارنت بلاد سبلاي. الكاونتر كارنت بلاد سبلاي، وتعالوا اشرحها لكم بطريقه جميله جدا. فاكر ان كنا قلنا انه الارتري السبرماتيك ارتري مجاور للسبرماتيك فين بالشكل ده، يبقى مجاور اهو. فتعال نشوف ايه اللي هيحصل. انا بس برسمها، انا اسف، شايفها؟ ده السبرماتيك ارتري جاي بالدم، وده السبرماتيك فين. شوف الروعة في الخلق الإلهي. يبقى طيار متعاكس، لأن الدم في الأرتي جاي ناحية التسكل، الدم في الفين away from the تسكل. التستستيرون اللي هيحاول يهرب من التستس تركيبه إيه؟ السكس هرمون استيرويدز، فاكرهم؟ يعني soluble in lipid، يبقى تدوب في السيل ممبرين وتعدي للأرتي فترجع تاني للتستس. ده اسمه counter current ميكانيزم، شيء رائع. يعني ما الذي اهم هرمون للسبرماتوجينسيس؟ هو التستوستيرون. ايه اللي خلى تركيزه عالي في التستس؟ واحد، انه بينتج في التست بالانترستيشال سيلز. اثنين، اف اس اتش بتطلع اندروجين بايندينج بروتين يحتفظ بيه في التستس، حتى الكميات اللي هتهرب
بسبب هذا التيار المتعاكس كاونتر كارنت، ان الدم طالع في الفين كده وجاي في الارتي كده، ان التسترون اللي هرب في الفين عاوز يخرج بره، لانه ستيرويد سوليبل الليبيد عدى من خلال الجدار ورجع الارتي عشان يرجعه تاني تستس. شيء رائع رائع. رابع هرمون ان قلنا الاكتيفين والانهيبين. الاكتيفين بيزود الاف اس اتش بينما الانهيبين بينقص اف اس اتش، واحنا لسه قايلين اف اس اتش ده مهم فور سبرماتوجينس. خامس هرمون اذر هرمون، في مجموعه هرمونات ثانيه برضه مهمه للسبرماتوجينس. الجروث هرمون والبرولاكتين مهمين للايرلي ستيجز في سبرماتوجينس. احنا قلنا التستيرون كان ليت ستيجز، وبعدين الثيروكسين مهم لعمل السبيرمز، بدليل ان الطفل اللي كان كريتين اللي عنده هايبوثيروديزم كان عنده امبوتنس وستريلتي. الليبتين اللي هو بيخلي الشخص رفيع اللي بيطلع من الهايبوثالاموس مهم للبيوبرتي للبلوغ زي ما نشوف دلوقتي. ولا تنسى ولا تنسى صدق ولا تصدق، كما انه وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل سبيرم small amount of estrogen. الاستروجين small amount مهم للسبرماتوجينسيس لانه بيمديت الاكشن واف اس اتش، وعشان كده بيساعد الاف اس اتش، وعشان كده الاف اس اتش هو اللي جاب المساعد بتاعه، هو اللي بيطلع الاروماتيز انزيم اللي بيحول بعضه من الاندروجين الى استروجين. يبقى كلام رائع يا اولاد، كلام رائع. يبقى خمس هرمونات مهمه للسبرماتوجينسيس. حضرتك تفكر بهدوء، السبرماتوجينسيس بتحدث في التستس اللي هي جناد، يبقى 100% under the control of جنادوتروبينز اللي هم ال LH وال FSH، بس معكوسين. ال LH مهم لل early stages في السبرماتوجينسيس بينما ال FSH late stages. وتكمل LH بيطلع تستيرون، الاف اس اتش لزوم الشيء بيطلع الاندروجين بايندينج بروتين اللي بيمسك التستوستيرون عشان يحتفظ بتركيزه عالي، زائد انه بيزود عدد الريسبتور اوف ال اتش على الانترستيشال سيلز عشان يطلع التستوستيرون. ثالث هرمون واكثرهم اهميه اللي هو التستوستيرون، مهم للماتوريشن فيزيس، مهم لكم الميوسز، مهم للديفلوبمنت في الفانكشن بتاع الجيرمال ابيثيليوم، وقلنا ايه الحاجات اللي بتحتفظ بالتركيز عالي. ثم لا تنسى نمره 4 الاكتيفين بيزود الاف اس اتش والانهيبين ينقص الاف اس اتش. ثم نمره 5 اذر هرمونز، فيهم 4 جروث هرمون برولاكتين فور ايرلي ستيجز، ثيروكسين، الليبتين مهم للبلوغ زي ما هنشوف، والايستروجين ان سمول اماونتس مهم للسبرماتوجينس لانه بيمديت الاكشن اوف اف اس اتش. اللي عاوز يراجع يبقى يراجع بعد كده. نيجي اذر فاكتورز اللي هم مش هرمونز. Other factors ثلاثة يا ولاد. Temperature، درجة الحرارة المثلى الأوبتيمم temperature للسبرماتوجينسيس هي 32 degrees centigrade. درجة الحرارة المثلى للسبرماتوجينسيس 32. ده بيفسر يا ولاد ليه التستكل للي دارس أناتومي أجنة إمبريولوجي نشأت في الجنين جوه البطن جنب الكلية، والدليل ان البلاد سبلاي والنيرف سبلاي بتاع التستيكل هو نفسه بتاع الكلية. خلاص ده كلام مهم في الاكل. وبعدين لقت الجو حر جوه 37 ما ينفعش الاسبرماتوجينس، فعملت رحلة طويلة عارفينها كلكم، دخلت من الانترنال انجوينال رينج عبر الانجوينال كانال للاكسترنال انجوينال رينج، واستقرت بره الجسم في الطراوه في التستك في السكروتر. يبقى ليه عملت الرحله دي؟ عشان بتبحث عن الحراره المثلى جوه 37 ما ينفعش، هي عاوزه حراره 32. واقول لك حاجه ما بيننا وما بينك، وفي سبيل هذه الرحله يا اولاد بقى عند الذكر الانجوينال كانال ضعف في الابدومينال وول. كثير من الميلز بيحصل لهم بسبب الحكايه دي انجوينال هيرنيا. يبقى رحله التستكل
للخروج من السخونه 37 داخل الابدون كانت جنب الكليه لها نفس البلاد سبلاي والنيرف سبلاي. يبقى لاحظ في الاناتومي بتاع الكليه عشان تخرج بره في السكروتم خرجت بالانجوالا الكنال اللي هو استمر ضعف في الجدار بتاع الابدومين ينفايت يدعو حدوث حاجه اسمها انجوالا الهرنيا. طيب وفي اجهزه تكييف جوه تؤكد الحراره تقعد 32. فتعال نشوف افرض الدنيا بردت قوي نزلت الحراره 32. طب نزود الحراره 32 ازاي؟ ايه الحاجات اللي تزود الحراره؟ حاجتين، الكونتراكشن اوف كريماستريك ماسل اللي عارفينها انتوا دي برانش من الانترنال اوبليك تشد التسكل ناحيه الابدومن ناحيه الدفن. طب الكونتراكشن اوف دارتوس ماسل اللي هي الماسل اللي موجوده في السكروتم في كيس الخصيه، فلما تنقبض الماسل دي اللي هي الدارتوس ماسل كيس الخصيه يصغر فالسيرفس اريا تقل فما يحصلش فقدان للحراره في البرد. يبقى يوجد شيئان يحافظوا على الحراره عند 32، لو نزلت تو ماسلز الكريماستريك ماسل تشدها ناحيه الابدومن اللي هي برانش انترنال اوبليك والدارتوس ماسل تقلل السيرفس اريا بتاع السكروتم فتقلل الهيت لوس. طب افرض بالعكس الدنيا سخنت، حاجات اللي بتساعد على التبريد حاجتين برضو، هنا حاجتين وهنا حاجتين، ان السكين بتاع السكروتم فيري ثين اهو ملاحظ وما فيش سبكوتينيوس فات بما يسمح بفقدان الحراره. وحاجه تانية رائعه بقى اللي هو الستيكولار فيس اللي خدناهم فيهم كاونتر كارنت سيستم، وتعالى مره تاني اوريك ان كل حاجه كان وراءها يعني سبب الهي رائع. واحد فين الصوره هشوفها حالا وهجيبها واشرح لك القصه. 100% الدم المتدفق عن طريق الارتي ده جاي من جوه الجسم درجه حرارته 37 هيسخن التستس، بينما الدم اللي خارج من الكليه في الفينس بلاد ده بارد لانه جاي من بره، بره الدنيا ساقعه، يبقى ده سخن وده بارد. فيحصل ايه؟ الحراره تنتقل من الارتري الى الفين، الارتري اللي هو الدم فيه اسخن 37 لانه جاي من جوه، تنتقل الى الفين اللي هو الابرد. يبقى الارتري ساب السخونه اللي فيه قبل ما يروح للتستس، فده يحافظ على بروده التستس. يبقى هذا الكاونتر كرم ميكانيزم عمل حاجتين رائعتين، انه التستوستيرون اللي هرب في الفين رجعه تاني، رجع للارتي ورجعه للتستس، والحراره السخنه اللي جايه للتستس هربت للفين وتبددت راحت للجسم عشان نحافظ على حراره التستس. يبقى الكاونتر كرنت ميكانيزم سيرفز تو فانكشنز، انتقال التستوستيرون من الفين الى الارتي لان ستيرويدز بيحافظ على تركيز التستوستيرون عالي في التسكلز، انتقال الحرارة من الارتري الى الفين بيخلي الارتيريال بلاد يجي اقل حرارة تستس فيحافظ على درجة الحرارة المثلى اللي هي 32. طيب عاوزين نشوف بقى البروف بتاع هذا الكلام، اثبت ان درجة الحرارة المثلى هي 32. بروف بتاع هذا الكلام، في مرض اسمه بروف كريبت أوركايديزم، وهي كلمة من ثلاث أجزاء، كريبت يعني مختبئ، بدليل حتى في الهيستولوجي بتاخدوا كريبتس كريبتس تلاقي حاجة تحت مختبئة، أورك يعني خصية، إيزم يعني مرض، فكريبت أوركايديزم يعني مرض الخصية المختبئة. لو بيبي اتولد التسكل جوه الأبدومين فشلت في إنها تنزل في السكروتم، لو التو تستكلز جوه الأبدومين عمليه الاسبرماتوجينيسيس بتقف والبيبي ده يبقى سترايل عقيم. امتى؟ اذا كان بايلاترال، لانه الانسان يحتاج الى نصف خصيه، فلو خصيه واحده بس اللي هي ما نزلتش مفيش مشكله، لكن لو الخصيتين الخصيتين ما نزلوش يحصل سترايل. خد بقى بقيت سؤال مهم جدا في الام اس كيو يا اولاد، طب التستوستيرون برودكشن، ما التسكل لها وظيفتين، سبرماتوجينيسيس اللي هي الوظيفه الاكسوكراينال، وتستوستيرون برودكشن اللي هي الاندوكراين. لا، التستوستيرون برودكشن يحصل في 32 ويحصل في 37 لو التسكل جوه،
وعليه التستوستيرون يبقى عادي جدا، وعليه مظاهر البلوغ، مظاهر البلوغ في هذا الشاب او الطفل تبقى تيجي في وقتها عادي خالص. يبقى السكندري سكس اورجانز ار نورمال. يبقى اقولها بطريقه ثانيه عشان تفهمها في الام اس كيو. للخصيه يوجد وظيفتين، السبرماتوجينيسيس هي دي اللي وظيفه فيري فراجايل، حساسه جدا، لازم درجه حرارتها تبقى 32، لو جوه 37 ما تحصلش. انما الاندوكرينال فانكشن اللي هي التستوستيرون برودكشن وهو اللي مسؤول عن ظواهر الرجوله، ده لا مش حساس، يطلع في 32 ويطلع لو الخصيه ما نزلتش وقعد جوه الابد ودرجه حرارتها 37. يبقى تاني البيبي ده سؤال مهم جدا في ام اس كيو، اللي عنده بايلاترال اندسند تيستس يعني بوست ستيز ما نزلوش، وضعه ايه؟ بايلاترال، مش هيخلف لكن مظاهر الرجوله والتستيرون هتبقى عاديه خالص. تاني بروف برونج فيفر، الشخص اللي عنده حراره عاليه لما يبقى فوق 37 بيبقى تحت 32، طب لو فوق 41 هيبقى تحت 36، ما هي انقص بحوالي 5 درجات. او الهوت باث، الناس اللي بتقعد كده تاخد حمام سخن وينشن الشاور على منطقه التسك كده ضيع السبرماتوجينيس، كده ما فاتش الموضوع، نيله بنيله. او التايت اندر بانس، اللي هو الناس اللي بتلبس يعني ملابس داخليه ده قوي، فيروح كابس التسكل جنب الابدومن حيث الحراره العاليه فما يحصلش سبرماتوجينيس. التسكل مع الاعتذار في التعبير يا اولاد تحب الرحراح، ما تحبش الزنق، تزنقها باندر وور ضيق تلزقها في الابدومن في الحراره العاليه ما يحصلش سبرماتوجينس، كل ده انهبيت السبرماتوجينس. يبقى ده التمبرتشر. تاني حاجه الدايت، سيبك من العبط اللي يقول لك فيه اكلات معينه تزود الخصوبه واستاكوزا والكلام الفارغ ده، سيبك منه، ده كله يعني اضغاصي احلام. هما في حاجتين في الدايت مهمين للسبرماتوجينس، بروتينز والفيتامينز. بروتينز لسببين، ان طبعا اي عمليه سيل ديفيجن والسبرماتوجين سيل ديفيجن بالهبل محتاجه بروتين، كما ان الجنادوتروبينز، الجنادوتروبينز بتوع البيتيوتري اللي هم مهمين للسبرماتوجينسز هم بروتين. طب نيجي الفيتامينز، انهي فيتامينز نحتاجها؟ انا كنت بقولها بطريقه لطيفه قوي، اي بي سي، فوت الدي واكتب اي، اي بي سي اي. لو نقص فيتامين اي التسكل كما الجلد هيحصل فيها كيراتينيزيشن والابيثيليوم فما يحصلش سبرماتوجينس. انت لو نقص فيتامين اي بيحصل في جلدك ايه؟ يتكون كيراتين لير، يبقى خشن. الكيراتين لير دي لو نقص فيتامين اي هتتكون تحت في التسكل تمنع السبرماتوجينس. طب البي كومبلكس مهم لعمل الدي ان ايه اللي مهم للدي فيجن، فلو نقص البي مفيش دي ان ايه، مفيش دي فيجن، يبقى مفيش سبرماتوجينس. فيتامين سي مهم للتستوستيرون، لو نقص فيتامين سي مفيش تستوستيرون. فيتامين اي ده انتي ستيريليتي فيتامين ان راتس، مش في حضرتك، مش في الهيومن بينجز، خلاص لو انت فار لو نقص فيتامين اي مش هتخلف. اخر حاجه نمره 8 في الثلاثه اللي هم الاذر فاكتورز، ان قلنا يا اولاد ان عمليه السبرماتوجينس عمليه رقيقه جدا، فالبرونجد اكسبوجر تو اكس راي والراديشن بيوقف السبرماتوجينس. عشان كده افتكر واحنا لما اشتغلت نائب في القصر العيني، انتوا بتفتكروا الحكايات، كان مرتبي فاكره كويس قوي نائب في القصر العيني 29 جنيه في ذلك الزمن. لما رحنا نقبض كان نواب الاشعه بياخدوا 32 جنيه. فانبرى احدهم وسال هما ليه بياخدوا 3 جنيه زياده عننا؟ فالصراف رد وقالوا دول نواب اشعه عرضه للاشعاع ممكن يجي لهم عقم، فبياخدوا بدل عقم 3 جنيه. طيب تاني حاجه بكتيريال وكيميكال توكسنز، قلت لكم عمليه السبرماتوجينسيس حساسه جدا، اي حاجه توقفها. عشان كده حتى قلنا ان كان في بلاد برين بارير، لكن طبعا البلاد برين بارير ده يا اولاد مش ابسوليوت، لو زادت التوكسنز قوي في جزء منها هيعدي ويطير. فالبكتيريا والكيميكال توكسنز ممكن توقف السبرماتوجينسيس، واشهر حاجه التهاب الغده النكافيه هنا. لما واحد يجي له مامبس
يطلع توكسينز تروح للتسكلز تديستروي السبرماتوجينيك ابيثيليوم. هنا هقول معلومات انا للزملاء الاصغر سنا مهمه جدا. لو الطفل جاله التهاب الغده النكافيه وهو الاغلب لا تؤثر على التستس. ليه؟ لان في الطفل التستس نون فانكشن مش شغاله، وبالتالي البلاد سبلاي بتاعها قليل جدا انها مش شغاله. طب هو التوكسينز هتوصل ازاي للتسكل تحت؟ عن طريق البلاد سبلاي اللي هي اقول طبيعي البلاد سبلاي بتاع قليل يبقى يوصلها كميه قليله من توكسين يبقى مش هيحصل حاجه. يبقى الخطوره لو واحد كبير جاله مامبس، لان هنا التسكل فانكشن عندها هاي فاسكولاريتي، ففي فرصه للتوكسين عن طريق الفيسلز الكتيره دي توصل تحت وتاثر على التسكل. هاويفر معلش الكلام ده بقوله للزملاء الاصغر سنا، لو واحد كبير جاله مامبس التهاب الغده النكافيه احتمال العق 5% فقط في الميل، 5% فقط في الميل، وحتى الفيميل بيبقى فيه احتمال العق بس اقل كتير 5 من 10% يعني عشر الكميه. طيب بوكسيا، لو ناس راحوا يعملوا الهانيمون شهر العسل في الجبال فوق سويسرا هناك أمين ان هم يجيبوا بيبي، عمره ما هيجيبوا بيبي لان الهايبوكسيا هتنهبت السبرماتو جينيسيس. يبقى دي العوامل التي تؤثر في السبرماتو جينيسيس يا اولاد، تبقوا حافظينها صم. 5 هرمونال، مين يقولها كده معايا في عجاله؟ تسال السبرماتو جينيسيس تحدث في الجونات، يبقى 100% اندر ذا كنترول جوناتروبينز اف اس اتش وال اتش بس معكوسين، ال اتش ايرلي والاف اس اتش ليت ستيجز. ثم اوعى تنسى ثالث هرمون واهمهم تستوستيرون في التستس مهم للسبرماتوجينسيس، ده هو ربنا عمله في التستس عشان يبقى الشيء لزوم الشيء جنب السبرماتوجينسيس جنب السيمينيفراس تيبيولس، وقلنا ايه اللي بيحافظ على تركيزه عالي. ثم الاكتيفين والانهيبين نمره 4، ثم اذر هرمونز نمره 5، ادي 5 وثلاثة اذر فاكتورز يا اولاد اهم هيبان اذر فاكتور تمبريتشر ودايت واذر فاكتورز اللي هم بيشتركوا نمره 8 في حاجه واحده، ان عمليه السبرماتوجينيسيس على عكس التستوستيرون برودكشن فيري فراجايل، عمليه رقيقه جدا تتاثر بالاكس راي راديشن بالتوكسينز وذر بكتيريا اور كيميكالز بنقص الاكسجين. طيب ده اهم سؤال على الاطلاق. نكمل التستوستيرون يا اولاد اللي هو قلنا استيرويد هرمونز. البلازما ليفل في الميل طبعا اعلى من الفيميل بكتير، الفيميل عندها اندروجين 100% بس الميل اعلى، زي الايستروجين كتير في الفيميل. هل في ايستروجين في الميل؟ لسه قايلنا نسبته 300 ل 1000 نانو جرام لكل ديسيلتر يعني لكل بيرسنت، بينما في الفيميل الاندروجين بيبقى 30 ل 70 نانو جرام لكل ديسيلتر. المود اوف اكشن لانه استيرويد يبقى سوليبل يبقى يدخل الخلية بالسيمبل ديفيوجن كلها بالاس، استيرويد السكس هرمون بالاس، ستيرويدز بحرف الاس، سوليبل ليبيد بحرف الاس، تدخل جوه الخلية بالسيمبل ديفيوجن توصل نيوكلياس وتأثر في الثنسز في الجينز، يبقى جينوميك اكشن. خد بالك بقى دي مهمة جدا يا اولاد، وكثير من الزملاء بيقولوها غلط. تستوستيرون ريلاتيفلي inactive، لما بيروح للتيشوز بيتحول بانزيم مهم جدا اسمه 5 الفا ريدكتيز انزيم الى مركب اكثر نشاطا مور اكتف اسمه داي هيدرو تستوستيرون. يبقى التستوستيرون ليس اكتف، مين الاكتف؟ الداي هيدرو تستوستيرون. طب كيف يتحول التستوستيرون الى داي هيدرو تستوستيرون؟ قلنا بواسطه ال 5 الفا ريدكتيز انزيم. الليفل اوف دايهيدروتستيرون 10% ليفل اوف تستيرون. طب نيجي الاكشن بقى سبيسيفيك اكشن، انا بقولها بطريقه لا تنسى. التستوستيرون يحب يشتغل جوه، ففي الفيتس بيشتغل على الانترنال جينيتاليا، فين الجمله اللي بمليون جنيه؟ فيما خلا فيما خلا فيما عدا البروستيت، وفي الادلت يشتغل على اللي جوه البونز والماسلز، بينما الدايهيدروتستيرون يحب بره. في الفيتاس يشتغل على الاكسترنال جينيتاليا البينز والسكروتا، فيما خلا البروستيت.
يعني البروستيت دي جوه، انما هو بيكبرها الداي هيدروتستيرون كاتبهم منين بالاحمر اهو. طب وفي الادلت بيشتغل بره على الغلاف الخارجي على الجلد على السكين. يبقى تنس التستوستيرون يحب الشغل جوه في الفيتس على الانترنال جينتاليا، واللي جوه اللي تحت السكين يبقى بونو ماسل. اما الداي هيدروتستيرون اشتغل على الاكسترنال جينيتاليا خلاص والسكين. فين الاكسبشن؟ البروستيت، مع انها جوه بتشتغل بالداي هيدروتستيرون. هتقول ايه قيمه المعلومه دي؟ هقولها للزملاء الاصغر سنا، دي اهم معلومه في الميل يا اولاد. معظم الرجال عندما يطعنوا في السن بتكبر البروستيت وتزنق مجرى البول وتعمل له مشاكل في التبول رهيبه. كان زمان الحل جراحة لحد ما الفسيولوجي حل المشكلة. النهاردة في أدوية رائعة رائعة بتعمل ايه؟ هي 5 ألفا ريدكتيز انهيبيتور تنهيبت هذا الانزيم زي الأفودارت مثلا. 5 ألفا ريدكتيز انهيبيتور يبقى تمنع تحول التستوستيرون لداي هيدروتستيرون اللي هو مهم لنمو البروستيت. فالبروستيت تصغر، اسمع افتح ودنك، لنص الحجم دون جراح، وبالتالي مسار البول يبقى كويس. يبقى كان هذا اكتشاف رائع في الفسيولوجي وبيخليك تحب المعلومات اللي بناخدها، انه الفايف الفا ريدكتيز انهيبيتور ده اهم عقار النهارده بيمنع نمو البروستيت. البروستيت هي الاكسبشن، احنا قلنا الدايتسترون يحب الحاجات اللي بره، الاكسترنال جينتاليا فيما خلى البروستيت اللي بره اللي هو السكين. فما ندي 5 الفا ريدكتيز انزيم هيقلل الداي هيدروتستيرون هيصغر البروستيت. لكن طبعا من ضمن الباد افكتس بتاعته شويه انه هيضعف السكين. السكين بيبقى في الحاله دي ثينر شويه بس مش حاجه تسكر يعني، والشعر بتاعه يقل، وطبعا البينيس بيتاثر شويه الحاجات اللي بره. بس المهم تفادينا الجراحه. انتقل للكنترول اوف سيكريشن. ما يجي لك ده برضه سؤال مهم جدا، يبقى غير الاكشن في كنترول اوف سيكريشن. الاجابه الاوائل، لما يقول لك الكنترول اوف سيكريشن تستيرون لازم تتكلم في اربع مراحل في الحياه، في الانتراتراين لايف، في النيونيتال في الـ في الـ في الطفل البولود، بيوبرتي في البلوغ، في الاولد ايج افتر 60 ييرز اولد. يبقى لازم تتكلم على الثلاث مراحل. التستوستيرون يا اولاد بيبقى عالي في الانتراتراين لايف، يعني وانت جنين داخل بطن الام لو انت ميل بيبقى التستوستيرون عالي، ثم يقل يوم تولد، ثم يعاود الزياده طبعا في البلوغ، ثم يقل بعد سن 60. يعني ماشي اهو، بص في الانتراتراين لايف عالي، في التشايلد هود قليل، في الادلت هود عالي، وبعدين يقل تاني بعد سن 60. وابقى السؤال الرائع بقى هنا، وده سؤال داخل سؤال، هو احنا محتاجين ليه تستوستيرون في الجنين الذكر؟ ان من يجعل الذكر ذكرا هو التستوستيرون. يبقى مهم فور سكس ديفرنشيشن، وهتعرف معلومات رائعة دلوقتي. تميز الجنين إلى ذكر أو أنثى يحدث في الأسبوع السابع من الحمل. حتى قلت رقم الواحد لا يمكن ينساه، رقم 7 كرمه الخلق، السماوات 7 في الأسبوع السابع. وتعالى بقى اتفرج بطريقة العبد الله. هنتكلم على الديفلوبمنت اوف جونادز اللي هو البرايمري سكس اورجن، والديفلوبمنت اوف داتس اللي هي السكندري سكس اورجنز. تخيل، صدق او لا تصدق، التستكل هو يجعل من الذكر ذكر، والمبيض الذي يجعل من الانثى انثى، هما الاثنين، مع ان ده عكس ده تماما، اصلهم ومنبتهم واحد، الاورجن بتاعهم واحد. حاجه اسمها باي بوتنشال برايمورديال جوناد. باي بوتنشال يعني ثنائي الكمون، كامن في هذا الجوناد التستكل والاوفرس، فسموه باي يعني اثنين، بوتنشال كامن في الاثنين، برايمورديال يعني ابتدائي جونادز. وبقولها بطريقات يا اولاد،
الله يعلن عن وحدانيته حتى الذكر والأنثى اللي هما يبدو متباينان يبدو متباينين آسف إلا إن أصلهم أصل التسكل وأصل الأوفرز حاجة واحدة جونات ابتدائية كامن فيها الاثنين باي بوتنشال برايموردال جوناتس. طيب لو الشخص ده ذكر هيبقى عنده الواي كروموزومز هتتحور المضلة إلى تيستكلز أما لو كان أنثى يبقى ما عندهاش الواي كروموزومز هتتحور الكورتكس بتاع الباي بوتنشال برايمورديال جونات إلى أوفرس بقولها بطريقة تنسى يبقى في الباي بوتنشال برايمورديال جونات الميل بحرف الام يهم مين المضلة بحرف الام يبقى الميل يهمه المضلة هي اللي بتدي تسكن في وجود الواي كروموزومز في عدم وجود الواي كروموزومز الكورتكس يدي اوفرز طب نيجي للديفلوبمنت اوف داكتس برضو الله يعلن عن وحدانيته ان كل ذكر او انثى كل جنين سواء كان ذكر او انثى عنده وولفيان داكت ومولاريان داكتس الاثنين لو هو ذكر هدي بقى اهميه ليه قلنا في الانتراتوراين لايف بيطلع تستوستيرون ان التستوستيرون مع المولاريان انهيبيتنج سبستانس اللي كانت بتطلع من السيرتولي سيلز قلناها وقلت لكم هكلمكم عنها حتى من اسمها تستوستيرون وايه ومولاريان انهيبيتنج هي انهيبيت المولاريان داكت فاللي يفضل الولفيان هي اللي تدي الفاس ديفرنس يبقى مين اللي خلى الولفيان هي اللي تنمو المولاريان يقف المولاريان انهيبيتنج مولاريان انهيبيتنج سبستانس والتستوستيرون الولفيان هتدي الفاس ديفرنس اما لو مفيش لو نو تستوستيرون المولاريان انهيبيتنج سبستانس المولاريان في هذه الحاله هي اللي هتنمو وهتدي الفالوبيان تيوب طالب بيقول لي طب انت حفظت لنا الاولانيه في الجناد قلت الميل يهم المضله يبقى الفيميل الكورتكس المضلة تدي تيسكلز والكورتكس تدي اوفرز طب اتحفظنا ازاي الولفيان والمولاريان مين المهم للميل ومين المهم للفيميل الا يقع في روعك لما اقول وولفيان يجي في ذهنك ايه كلب ايه كلب ايه كلب وولف يجي في ذهنك ان ده غالبا الكلب وولف ده ذكر يبقى الميل يهم الولفيان الولفيان هو المهم للميل يبقى الفيميل يهمها المولاريان في وجود التستوستيرون والمولاريان انهيبيتنج سبستانس الولفيان في الميل الولفيان تدي الفاس ديفرنس في عدم وجودهم المولاريان تدي فالوبيان تو ده لوحده سؤال يا اولاد مهم جدا اللي هو السكس ديفرنشيشن تميز الجنس كيف يصبح الذكر ذكرا وكيف تصبح الانثى انثى في الاسبوع السابع وتتكلم في نقطتين الديفلوبمنت اوف جوناتس والديفلوبمنت اوف داكتس وكل ينقسم الى نقطتين تقول الاوريجن وتقول الكنترول فالجونادز هما اتنين طالعين من حاجه واحده الباي بوتنشال برايمورديال جونادز والداكتس هما اتنين عندهم وولفيان ومولاريان طب الكنترول لو في واي المضله تدي تيستس مفيش واي الكورتكس تدي اوفرز لو في تستوستيرون ومولاريان انهيبيتنج سبستانس المولاريان ضاعت في انهيبيتنج الولفيان تدي الفاز ديفرنس مفيش دول الموليريان تدي الفالوبيان تيوب بحفظها لكم بطريقه هتزعل مني البنات شويه بس هتحفظوها بيها بس هصالحهم بعد شويه يعني كان يا اولاد الاساس هو الذكر لو في واي يبقى في ديسك مفيش خليه اوفر لو في تستوستيرون وموليريان انهيبيتنج الولفيان تبقى ضاص مفيش سيبها تبقى فيميل فاللوبيان يبقى الاساس هو الذكر الفيميل زعلوا مني طبعا لاني بقول ان الكنترول الواي هو اللي بيحدد في واي او مفيش واي في الجونات والتستوستيرون وموليريان انهيبيتنج هي اللي بتحدد الداكتس موجودين ولا مش موجودين هصالحهم بطريقه مختلفه ان الاصل لو سبت الامور على مجراها الطبيعي ما تدخلتش لا في واي
ولا في تستوستيرون ومولير انهيبيتنج، مفيش حاجه. الطبيعي انها تمشي ناحيه الفيميل، عشان تغيرها من فيميل الى ميل تحتاج الواي عشان يعمل لك المضله تسكل، وتحتاج التستوستيرون ومولير انهيبيتنج عشان يعملوا لك الولود في الضغط. فاست ديفرنس، يبقى اديني صرفتهم. ده نقطه مهمه جدا في الكنترول اوف سكريشن. ننتقل بقى في النيو نيتال بيريود. ولد الطفل، فلما اتولد التستوستيرون ستوبس. طب ليه التسكل بطلت تطلع تستوستيرون لما اتولد الطفل؟ لان انا قلت يا اولاد ان البيتيوتري في الاطفال ما بتطلعش جونادوتروبين هرمونز، لان الهايبوثالاموس ما بتطلعش جونادوتروبين ريليسنج هرمون، وعليه ما فيش جونادوتروبينز وعليه ما فيش تستوستيرون. طيب نيجي المرحله الثالثه في البيوبرتي، وفقط عند البيوبرتي تبتدي البيتيوتري بتشتغل عند البيوبرتي. اوعى تنساها، البيتيوتري بتطلع السكس هرمونز عند البيوبرتي فقط، تطلع جونادوتروبين ريليسنج هرمون من الهايبوثالاموس، وعليه تستجيب البيتيوتري بانها تطلع جونادوتروبينز اللي من ضمنهم ال اتش اللي يزود التستوستيرون. طبعا في فتره الادلتهود البلوغ يبقى كل حاجة شغالة، الهايبوثالاموس طلع جوناتروبين ريليسنج هرمون، البيتيوتري طلع جوناتروبينز اللي أهمهم هنا الهيبوثالاموس هرمون، لأن هو ده اللي بيستيميليت الانترستيشال سيلز إنها تطلع تستوستيرون. ثم بعد سن 60 يا أولاد يبتدي التستوستيرون يديكلاين. دي الإجابة المحترمة اللي يجب يكتبها الطالب عن الكنترول أوف سكريشن أوف تستوستيرون. إنما تكتب لي كلمتين ما لهمش قيمه، لا، يبقى تتكلم في مراحل اربعه: جنين، طفل، بالغ، طاعن. ولا تنسى ماشيه في تضارب لطيف، في الجنين في تستوستيرون ثم يختفي وانت طفل، يعاود ظهوره وانت بالغ، ثم يبتدئ في انه يقل وانت طاعن في السن. يعني اهي الكيرف لطيف قوي، عالي في الانترتراين لايف يقل في التشايلد، عالي في الادلتود يقل في الاولد ايج. واوعى تنسى في سؤال لوحده السكس ديفرنشيشن من اهم المواضيع اللي هو يثبت شيئا واحدا، وحدانيه الخالق، ان اصل الخلق حاجه واحده. تصدق ان اللي بيطلع تيستكل وما ابعد التيستكل عن اوفر الشيء واحد، باي بوتنشال برايموردال جونادز، واللي يطلع الدكتس حاجه واحده، والفيرموليريا. لو في واي نروح ناحيه الميل في الجونادز، لو في تستوستيرون ومولير انهيبيتنج يوقف المولير ونروح ناحيه الميل بالولفن، والعكس في الفيميل. ثم تتوقف الهايبوثالاموس والبيتيوتري يوم تولد، وعليه تتوقف التسكل فيقل التستوستيرون جدا ستوبس، ثم يعاود الظهور في البيوبرتي لما الهايبوثالاموس والبيتيوتري تبتدي تطلع جوناتروبين ريليسنج، وجوناتروبينز اللي اهمهم ال اتش يطلع تستوستيرون، يعاود الظهور بكميات رهيبه في البلوغ، ثم يقل بعد سن 60. سؤال لا يقل أهمية عن factors affecting spermatogenesis: functions of testosterone. طالب لاب القبلة مع الاعتذار ألاقيه راح كاتب على طول الماسكولينايزنج فانكشن، إن التسكل بيخلي الراجل راجل. يا حلاوة كده، خدت ربع النمرة. ليه؟ لأن أنا قلت للي بيسمع محاضراتي ان التستوستيرون موجود في حياة الذكر مرتين، مرة وانت جنين ومرة وانت بالغ. يبقى لازم تقول لي الفانكشنز في الانتراترين لايف والفانكشنز في البلوغ. فلما تتكلم على البلوغ على طول يبقى حضرتك طيرت نص السؤال. لازم تقول في الانتراترين لايف بيعمل ايه، حفظتها لاجيال بطريقة لم ولن تنسى. 3 ديز، ثلاثة بحرف الدي، وظهر في الانترنايف. نمرة واحد لسه قايلينها، الديفرنشيشن اللي هو تميز الجنس، الديفلوبمنت، قلنا كان هو اللي بيخلي الولفيان داكت تدي الابيديدمس والفاز ديفرنس، تدي الداكت، لان في الميل يهمنا الولفيان، وجود التستوستيرون مع الموليريان انهيبيتنج يوقفوا الموليريان ويخلوا الولفيان تدي ابيديدمس وفاز ديفرنس وسيمينال فيسكلز. طيب واليوروجينيتال ساينس والتيوبركل تدي البروستيت والبينس. ولا تنسى ان هما التستيرون مش بس بيخلي الذكر ذكر، وينهبت الفيميل اكسترنال جينيتاليا اللي هو الموليريان داكت كان موقفها، الموليريان
انهيبيتنج سبستانس والتستوستيرون بيوقفها معاهم، مش بس الملير انهيبيتنج والتستوستيرون على وجه التحديد الداي هيدروتستيرون اكتيف فورم. يبقى دي اول وظيفه في الانترتراين لايف، انك تشكر ربنا ان هو اللي جعل الذكر ذكر، ساعد الديفلوبمنت، اول حرف دي ساعد الديفرنشيشن للولف تميزت للدكت ابيديديمس فاس اند سيمينال فيسكل واليوروجينتال ساينس والتيوبركل ادت البروستيت والبينس. خلاص وقف الفيميل ريبرودكتيف سيستم. تاني وظيفه بحرف الدي، يبقى اول حاجه ديفلوبمنت اوف ميل سكس اورجن، تاني حاجه ديفرنشيشن اوف ميل برين، تميز مخ الذكر. وهنا عاوز اقول حاجه عشان الفيميل ما يفهمونيش غلط، تميز مش معناه افضل، تميز هنا بمعنى اختلاف، ديفرنت يعني مختلف وليس افضل. التستوستيرون هو اللي بيخلي الميل برين يختلف عن الفيميل برين. مره طالب سالني هو 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 مخ الذكر يختلف عن مخ الانثى؟ قلت له اه يختلف، ما قلتش افضل، قلت يختلف. الافضليه دي عند ربنا، بيقررها ربنا. طب بيختلف ايه؟ عندي اثبات دامغ ان الجونادوتروبين ريليسنج هرمون من الهايبوثالاموس اهو في البرين، وعليه الجونادوتروبين ريليس من البيتيوتري، بيبقى بصوره مستمره كونتينوس في الميل، بينما الهايبوثالاموس وعليه البيتيوتري في الفيميل بتطلعهم بصوره سايكليك يعني دوريه، وهو ده سبب الدوره الشهريه. ده اثبات دامغ. مش الهايبوثالاموس دي حته من البرين؟ اه الهايبوثالاموس في الميل وعليه البيتيوتري بتتصرف بطريقه غير الفيميل، في الميل بتطلع جونادوتروبين ريليس هرمون وعليه جونادوتروبينز بطريقه كونتينوس، انما في الفيميل بتطلعها بطريقه سايكليك. اثبات دامغ يعني فوش هزار. زائد ان الاجريشن اكتر في الميل بيعزى للتاثير التستيرون على الميل برين، ان اللولاب مور اجريسيف اكثر عنفا. تالت دي ان قلنا ان التسكل بتبقى موجوده في الابدومين يا اولاد. مين اللي بينزلها ناحيه السكروتم حيث الحراره الاحسن 32 بدل 37؟ التستيرون على وجه التحديد الاكتيف فورم اللي هو الداي هيدروتستيرون. يبقى هيضيع نص السؤال في الطالب القبله لو جاله فانكشنز اوف تستيرون وراح داخل على طول على الماسكولينايزيشن. نسي ان في اربع مراحل في حياه المرء التستوستيرون يظهر في مرحلتين، في الجنين وفي البلوغ. الناس تشرح في الجنين بيعمل ايه؟ ثلاث حاجات: development of male sex organs, differentiation of male brain, and descent of testicle عن طريق الهيدروتستيرون. اللي عاوز بقى يراجع يبقى يراجع، عشان انا عاوز باذن الله اخلص الميل النهارده. نيجي بقى لمرحلة تانية puberty and adulthood. يا نص السؤال، قلنا لو سبت الانترتراين يبقى ضاع نص السؤال. puberty والadulthood، لاحظ التستيرون مش مهم بس انه بيعمل الراجل راجل اللي هو الماسكولينايزنج افكت، عشان كده قلت اللي بيكتبوا الماسكولينايزنج افكت دول خدوا ربع السؤال لانه نسوا النص الاولاني. وفي البيوبرتي والادلتهود التستيرون مش مهم بس الماسكولينايزنج افكت، مهم للجنرال ميتابوليك افكت، بيعمل بروتين انابوليزم. واقولها تملي، انتوا ما بتنسوش الحكايه، بتنسوا المعلومات. لما الناس تطعن في السن فتقول أليت الشباب يعود يوما فأحكي له عما فعل بي المشيب، عارف مين اللي بيخلي صحتكم في الشباب كويسة؟ التستوستيرون في الذكور، السكس هرمونز. فازاي تنسى ان من اهم وظائف التستوستيرون غير انه يخلي الراجل راجل، انه بيخلي صحتك كويسه، له افكت على الجنرال ميتابوليزم، اهمهم بروتين انابوليزم على الماسل والبونز يخليها قويه. نرجع بقى للماسكولينايزنج افكت. هنتكلم في ثلاث نقاط مع شكل عشق النظام. على البرايمري سكس اورجن، على السكندري سكس اورجنز اي حاجه ما عدا التستس، وبعدين على السكندري سكس كاركترز.
على البرايمري سكس اورجان قلنا مهم للسبرماتوجينيسيس، قلنا تستوستيرون كان مهم للماتوريشن اوف سبيرم، ماتوريشن ستيج مش كده، مهم للسبرماتوجينيسيس بتاع البرايمري سكس اورجان. طب نيجي على السكندري سكس اورجانز، قلناها التستوستيرون مهم للحاجات اللي جوه زي السيمينال فيسكل والبالبيوريثرال جلاندز، الداي هيدروتستيرون مهم للي بره البينز والسكروتم، افتح ودنك فيما خلا فيما عدا البروستيت مهم ليها الداي هيدروتستيرون. الكلام بتاع الطلبة الاوائل مش التهجيس يكتب لي سكند سكس اورجان مهم للديفلوب، لا تحدد تستوستيرون مين والداي هيدروتستيرون مين. اللي جوه تستوستيرون، تستوستيرون يحب الحاجات اللي جوه، حتى في الادب يحب الماسلز والبونز، الداي هيدروتستيرون يحب اللي بره بينز سكورتن بره والسكين بره، بس فيما خلا ايه بقى اللي هي مهمه جدا ولا تطبيق كلينيكي البروست. نمرة 3 على السكند سكس كاركترز، ومع عشقت مثل عشق نظام هاخدهم من فوق لتحت عشان ما تنساش، تاثير على الهير، ننزل على السكين، على اللارينكس الحنجره، على البادي كونفيجريشن، وبعدين على البيهيفيرال ايفكت، وحاجات معروفه. نمسك الهير، غش مشروع، بص في اللجنة تلاقي عدد من الذكور فقدوا شعر الرأس، بلاب بس اللي بيصلعوا، يبقى التستوستيرون بيقلل السكالب هير، وعلى النقيض يزود البادي والفيس هير، شنب ودقن وحاجات كده شعر الجسم، والبيوبيك هير يخليها تريانجولر with the apex upwards. لما نيجي يا أولاد في الفيميل هنقول العكس، في حصص الفيميل هنقول انها الايستروجين بيزود السكالب هير في الانثى، يقلل الفيس والبادي هير، والبيوبيك هير مثلث راسه لفوق يعني ترانجل وذ ذا بيز ابورز، بيبقى خط مستقيم كده في الفيميل، انما الميل شعر العنه بيبقى ترانجل وذ ذا ايبكس ابورز، الفيميل لا بيبقى ستريت والايبكس لتحت، البيز هو اللي فوق، ادي الهير. نمسك على السكين، كلام كله عارفينه 100% في الميل، السكين بيبقى مور ثيك وبيزود افرازات الغدد الدهنيه سبيشس جلاند سكريش، فالميلز يبقى اكثر عرضه للاكني اللي هو حب الشباب، انما الفيميل بيبقى ثين في الايستر لما ناخد، وهيقلل افرازات الغدد الدهنيه، وبالتالي تبقى الفيميل اقل عرضه، اقل عرضه للاكني، لان هو ما هو الاكني يا اولاد؟ هو غده دهنيه من كتر افراز الدهون اتسد الضغط بالدهون والتهبت، ادي حب الشباب. يبقى حب الشباب من جراء زياده افرازات الغده الدهنيه انسداد الضغط التهاب الغده. مين اللي بيعمل ده؟ التستوستيرون. عشان كده الميل بيبقى عنده بيزود السبيشس جلاند سكريشن افرازات الغده الدهنيه، وبالتالي يبقى مور اكثر عرضه مش فقط للاكني من الفيميل. نمسك على اللارينكس، يقول لك تفاحه ادم بيكبر اللارينكس، اللارجمنت اوف لارينكس، وعليه يطول الفوكال كوردز، واحنا خدنا في الهيرنج اللونج يدي لو بيتش فويس ديبنينج فويس، يبقى اللارجمنت اوف لارينكس وديبنينج اوف فويس، يبقى خدنا الهير، خدنا السكين، خدنا اللارينكس. نيجي على البادي كونفيجريشن، التيبيكال بتاع الميل انه يبقى زي السبع كده، كتاف عريضه وبلفس ضيق، حتى تلاقي بتوع كمال اجسام كده تلاقي الكتاف عريضه جدا والميل صغير قوي، ده التيبيكال اكشن تستيرون. الفيميل تلاقي العكس، حتى ما ترسمها ترسم كتاف ضيقه والبلفس واسع، ومفهوم ليه ليه العكس، تمانيات فوق ضيقين الفيميل كتاف ضيقه والبلفيك الحوض واسع عشان الولاده، يبقى التيبيكال في الميل نبقى سبعات، في الفيميل تبقى تمانيات، هنا برود شولدر ونارو بلفيس، هنا بالعكس بتبقى في الفيميل هيبقى نارو شولدر وبرود بلفيس. يبقى ده والماسل انلارجمنت، طبعا الميل عنده ماسلز في البادي كونفيجريشن اهي. نيجي البيهيفيرال افكتس، اللي بيخلي الولاد عندهم رغبه في البنات هو التستوستيرون، يبقى بيزود الليبيدو اللي هو الرغبه، وقلنا بيزود الاجريشن
مش قلنا تاثيره على البرين بيعمل اجريشن الولاد اكثر فظاظه اكثر عنفا واكتف اتيتيودز يعني ياخدوا مواقف اسهل من البنات. لما تسال ولد تعال انزل معايا مثلا نروح سينما بتاع ولد او يروح نازل معاك، تسال بنت تعالي زي بتسال زميلتها تعالي نروح سينما تقول لها اسال دادي. عارف ليه دادي؟ عشان هو اللي عنده التستوستيرون اكتف اتيتيودز. يبقى ده الماسكولينايزنج افكت. ده بقى اللي بيكتبه معظمكم ياخد ربع النمره، اللي هو قسمناه الى برايمري سكس اورجان اللي هو التستس مهم للسبرماتوجينسيس، سكندري سكس اورجانز تقول مين مهم فيه التستوستيرون للاوائل ومين مهم الدايهيدروتستوستيرون. التستوستيرون يحب الحاجات اللي جوه فيما خلل بروستيت، الدايهيدروتستوستيرون اللي بره بينيس وسكروتم والبروستيت. السكندري سكس كاركترز تاخدهم فوق لتحت، هير معلومات من الحياه، سكين، لارينكس، بودي كونفيجريشن اند بيهيفيرال افكتس. طيب نيجي عشان تاخد فول مارك بقى، اوعى تنسى ان الصحه اللي انت فيها تعزى للتستوستيرون. جنرال ميتابوليك افكت اهمهم بروتين انابوليزم، اليت الشباب يعود يوما، المصل تبقى قويه والبونز بسبب التستوستيرون. سكندري تو بروتين انابوليزم قلناها يا ولاد 100 مره، عمر ما كان المصل بروتين بس، بروتين جواها مينرالز بوتاسيوم جوه وصوديوم بره، عمر ما كانت البونز بروتين بس فيها كالسيوم وفوسفورس. فاي هرمون يعمل بروتين انابوليزم الطالب النابه الواعي تاني عنوان محفوظ يبقى يعمل سولت اند ووتر تنشن. اي هرمون يعمل بروتين انابوليزم تاني حاجه تبقى سولت اند ووتر تنشن. اوعى تنسى بقى اللي جايه دي، جروث سبيريت ذن ابيفيزيال كلوجر، حاجات من الحياه يا ولاد. تلاقي ولد قصير ثم يجي في البلوغ لما يطلع التستوستيرون يطول وفجاه يروح يقف نمو. يبقى جروث سبيريت يعني انطلاقه النمو فولود باي ابيفيزيال كلوجر. حتى بقول عشان ما تنساش طريقه فيها مزاح، مين اللي بيوقف نموك بعد ما يعمل انطلاقه؟ التستوستيرون. وكذا في الفيميل اللي يعمل لها جروث سبيريت الايستروجين ثم يعمل ابيفيزيال كلوجر. بقول عشان بحكايه ما تنساهاش، عشان كده الشخص اللي شالوا منه التسك اللي هم يسموه الخصيان يعني شالوا التسك بيبقوا اطول. يعني لو جبت ايدنتيكال توينز يعني لو احضرت توامين متماثلين ويوم ما اتولد واحد فيهم شلت التسكلز، الشخص اللي هو يعني متشال له التسكلز يبقى ما حصلوش كلوجر بيبس يبقى اطول طولر، مع ان المفروض هما اتنين ايدنتيكال يبقى نفس الطول. يبقى التسكل يعمل انطلاقه في النمو لسه الاول، جروث سبيريت هو اللي يخليك تنمو بسرعه بعدين ابيفيزيال كلوجر. الاثنين ما تقولش واحده بغير الثانيه، جروث سبيريت زين ابيفيزيال كلوجر. وبعدين بيكبر حجم الكدني، كبر الكدني سايز ليه؟ يعني عاوز حد فيكم يفكر. لما هناخد الايستروجين هنلاقيه مهم على البونز مش مهم على الماسل، الماسل في الميل اعلى كتير من الفيميل، يعني التستوستيرون بيكبر الماسلز والبونز في الفيميل، الايستروجين بونز بس. طب الماسل دي مش بتطلع كرياتين؟